مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من السيناريو القادم على شاشة النيل للأخبار. نتحدث فيها اليوم عن تداعيات وردود أفعال مختلفة حول استفتاء قضى بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. هذا التكتل الأوروبي الذي نشأ منذ سنوات وكان له أغراض وأهداف سياسية واقتصادية وأيضا عسكرية. الآن ردود الفعل الدولية فاقت الكثير، منهم من يتحدث عن آلية واضحة لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ووجوب التنفيذ، وهناك من قلق وأصوات خرجت بأن هذه ربما تكون بادرة للمزيد من الانفصالات داخل أوروبا عن الاتحاد الأوروبي أو عن هذا التكتل الذي بات لسنوات عديدة يحل الكثير من المشكلات على الرغم ما بداخله من سلبيات. ردود الأفعال لم تتوقف عند هذا الحد، بل أيضا شملت ردود أفعال داخلية وصلت إلى لندن تحديدا، والتي لا ترغب في أنها تنفصل عن الاتحاد الأوروبي، بل رغبت في إيجاد استفتاء للانفصال عن التاج البريطاني، شأنها شأن اسكتلندا أو حتى أيرلندا الشمالية. إذن هي أزمات داخلية وتوقيعات ربما بدأت على عرائض تقوم بالتوقيع إعادة الاستفتاء مرة أخرى على الانضمام للاتحاد أو الانفصال عنه. نسبة 51.9% ليست بالنسبة الهينة، لكنها أيضا متقاربة مع من كان يعارض الانفصال عن هذا الاتحاد وهذه الدولة التي طالما سمت نفسها بالدولة العظمى. إذن هي سيناريوهات عديدة نناقشها مع ضيفي الكريم في هذه الحلقة لهذا الأسبوع. أرحب بسيادة السفير جلال الرشيدي، عضو وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك سابقا. مرحب بحضرتك سعادة السفير. أهلا بك يا فندم. دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود فورا لبدء هذه الحلقة بتحليلاتها وسيناريوهاتها المختلفة. انفصال كانت كلمة السر في الربيع البريطاني، ربيع أطاح بالمستقبل السياسي لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وحملته كامل المسؤولية عن الوضع الذي يمر به الاتحاد الأوروبي عامة وبريطانيا خاصة في الوقت الحالي، وذلك لدعوته لتنظيم استفتاء على بقاء أو انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي. ويهدد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي وحدة المملكة المتحدة، ويمتد مفعول كلمة انفصال من تحفيز بريطانيا للتغريد بعيدا عن السرب الأوروبي إلى تفكك المملكة المتحدة نفسها، والتي تواجه معضلة حقيقية إثر خروجها من الاتحاد، إذ جددت نتيجة الاستفتاء رغبة اسكتلندا في الانفصال عن المملكة، وهي التي ظلت لعقود ماضية حاضرة في الوجدان البريطاني، ولم تخمد الرغبة في الانفصال بمرور الوقت، حيث تجددت على وقع استفتاء المصير الأوروبي. وأعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستروغن أنها ترى مستقبلها ضمن الاتحاد الأوروبي، ممهدة بذلك الطريق أمام استفتاء جديد حول الاستقلال. وفي أيرلندا الشمالية دعا حزب الشين فين المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم استفتاء حول أيرلندا موحدة، وجاءت هذه التطورات عقب تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي حسب نتائج نهائية للاستفتاء والذي جرى الخميس بهذا الصدد. بريطانيا أحد الأعمدة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وخامس اقتصاد عالمي ومركز أوروبا المالي وصاحبة نصيب الأسد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة، ضحت بكل تلك المكتسبات مقابل استعادة مواطنيها شعورهم الدفين بالانفراد، وليس أدل على ذلك أكثر من رفض لندن اعتماد العملة الأوروبية الموحدة وتشبثها بعملتها الوطنية وعدم قبولها في اتفاق شنغن أو منطقة الحدود المفتوحة بين دول أوروبا. عواقب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ليست اقتصادية فقط، فهناك من يتملكهم شعور الخوف والقلق إنهم المهاجرين إلى بريطانيا والعالقين على حدودها والذين كانوا يتوقون للعيش هناك، واليوم هم لا يعرفون مصيرهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي انتظار ترتيب الإجراءات اللازمة لانفصال بريطانيا رسميا عن الاتحاد الأوروبي. تبقى تداعيات وكوابيس الانفصال تلاحق الجميع، طارحة تساؤلا عريضا بشأن الخاسر والكاسب من هذا الانفصال.
اجتماعات متلاحقة هنا وهناك لتدارس الأمر وتداركه، ودعوات من دول الاتحاد الخمس الكبرى لبريطانيا لتحمل مسؤوليتها كاملة عن هذا الانفصال. إذن تداعيات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، هذا الاستفتاء الذي خرج بنسبة 51.9% وردود الأفعال المختلفة هي موضوعنا في هذا السيناريو لهذا الأسبوع. مرة أخرى أرحب بضيفي الكريم سعادة السفير جلال الرشيدي، عضو وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك. برحب بحضرتك مرة تانية سعادة السفير. أهلا بك. ربما منذ يوم الخميس الماضي خرجت الصدمة أو المفاجأة الكبيرة بهذه النسبة التي خرجت بنتيجة استفتاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. تعقيب حضرتك على هذه الخطوة وهذه النسبة التي خرج بها الاستفتاء. طبعا الحقيقة لازم أقول إن يعني انقلب السحر على الساحر بداية، بمعنى إن ديفيد كاميرون لما كان بيفكر إن هو يبقى رئيس وزارة كان هو اللي اقترح هذا الاقتراح في الأول، لكن قال عليكم أن يعني تنتخبوني وبعد ذلك هناخد الخطوات في هذا الاتجاه، وكان على ما يبدو ان هو واثقا من يعني النتيجه لو حصل ده في المستقبل ان مش هتحصل هذه الصدمه او هذه المفاجاه اللي هي حصلت، ما توقعش النتيجه ما اللي هي حصلت يوم 23 يونيو الخميس الماضي. طبعا لابد ان احنا نقول ان انجلترا او بريطانيا او المملكه المتحده كانت ليست من الدول السته التي وقعت على اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة عندما قامت هذا السوق، والتي تحولت بعد ذلك إلى ما يسمى الاتحاد الأوروبي، لأن كان لها تحفظات في ذلك الوقت. كما أن بالإضافة لكده هي بتعتبر أنها أكبر قوة عسكرية في أوروبا وثاني قوة اقتصادية بعد ألمانيا في أوروبا. وأيضا المشكلة أعتقد من وجهة نظري، وأعتقد أن في ناس كثيرة يمكن نناقش الموضوع ده، أن البريطانيين بصفة عامة بيعتبروا أنهم أن النموذج البريطاني نموذج متميز وله خصوصياته، ويعتبروا أنهم يعني إذا قلنا كوت أن كوت يعني أنهم أكثر تفوقا واكثر يعني احسن من بقيه دول اوروبا. النزعه العنصريه الكامنه في العراق وفي الثقافه والتنوع الديني الى اخره. بالاضافه لكده كانت المملكه المتحده او بريطانيا كانت الحقيقه تعتبر حتى انسحابها من اكثر الدول بتاع الاتحاد الاوروبي تسامحا بالنسبه للتعامل مع المهاجرين اللي هم بيدخلوها. هم المهاجرين اللي بيدخلوا على الحدود كان بتكلف بريطانيا حوالي 350 مليون جنيه استرليني في الاسبوع. يعني حوالي 480 مليون دولار. المهاجرين او النازحين من الدول الاوروبيه استغلالا لان الحدود اصبحت واحده ولا فواصل. يعني لا انها كانت فيها لا يعني ان هم كانوا بيدخلوا بسهوله نسبيا، ما كانش فيه. طب هي يعني لازم برضو زي ما قال التقرير مشكورة، يعني كان بريطانيا عندما قبلت انها تبقى جزء من الاتحاد الاوروبي كانت شرطت عده حاجات، اهمها انها تحتفظ بالعمله المحليه بتاعتها الاسترليني، ما تدخلش في منطقه اليورو. الحاجة التانية، ولذلك الاسترليني بص تلاقيه عالي يعني في مصر هنا ب 13 جنيه واليورو ب 9 جنيه مثلا يعني. ثانيا انها طلبت ان اي من الزوار او الداخلين الى بريطانيا لا ينطبق عليه التأشيرات بتاع اتفاقية شينج. لابد ان ياخد تأشيرة دخول كزائر عادي. نعم. فده طبعا بتديها فرصة ان هو كان ليها تمييز نسبي داخل دول الاتحاد. لكن جنب كده ايضا كانت من اكثر الدول تسامحا، وحتى احنا شايفين ده في يعني هنا من مصر في ازاي بيتعاملوا مع الاخوان المسلمين، جماعة الاخوان ازاي مريحينهم. حاضنة دولة حاضنة جماعة. فهم عندهم تسامح ديني الى حد كبير، وبدرجة ان هم تبص تلاقي حضرتك
ان في بيدوا فرصه للافراد من دول مختلفه ان مثلا السيدات ان هم يمشوا متحجبات، دي يمكن في حريه المظهر. حريه المظهر. وحتى في الشرطه، في الشرطه بيدوا فرصه لاعضاء الشرطه من غير اللي جايين من خارج، مثلا من المسلمين او من الهند، يعني الهندوس مثلا او السيخ، مجموعه السيخ اللي هم بيلبسوا التربون على ده، ان هم يحتفظوا رغم ان هم يعني بيمثلوا الشرطه البريطانيه، بيحتفظوا بهذا الزي بالوطن بتاعهم، يعني يا اما عبايه يا اما التربونه. نعم. لكن بس يحطوا الشاره الملكيه بتاعه بريطانيا، فده نوع من انواع التسامح الكبير اللي كان موجود في بريطانيا. طبعا كان يندرج تحت التسامح سعاده السفير، ولا ربما يمكن لخروجه كاداه سياسيه في تطبيق بعض السياسات او الاستراتيجيات الخاصه بسياسه بريطانيا تجاه العالم؟ ممكن الخارجي. ممكن يكون يعني يعني ده بيدي زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي بكده، لكن في النهايه ان هو بيبقى نوع من انواع انك انت بتعملي تسهيلات لمجموعات من الافراد ليسوا اصلا بريطانيين في الاصل، وبياخدوا هذه التسهيلات ويصبحوا يعني ياخدوا الجنسيه البريطانيه ويقيموا في بريطانيا ويعملوا ايضا. طبعا خروج بريطانيا من او انسحابها من الاتحاد المجموعه اللي هي طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وقلت في الاول ان مجموعه 51.9 يعني تقريبا 52 مقابل 48 بيقولوا لا، نسب متقاربه، نسب متقاربه جدا، وده تخلي في يعني قولان، يعني في علامات استفهام تخلي الناس تبتدي تفكر مره ثانيه، لان ما فيش نسبه كبيره. والدليل على ذلك ان احنا شفنا ان في مجموعه كبيره من الناس في بريطانيا عملوا عريضه، وقعوا عريضه على الموقع بتاع البرلمان البريطاني لحد حوالي 700,000 شخص، 3 مليون وصلوا ل 3 مليون فدول عريضه موجهه الى لدرجه ان حتى الموقع عطل نتيجه الزحمه اللي عليه. فالناس دول بيطالبوا، بيقول لك ان يجب على الافراد اللي هم 48% اللي هم قالوا لا يجب ان هم يشعروا بالخزي، لكن يعني بيقولوا يجب ان يكون هناك فرصه لوجود فرصه لعمل استفتاء جديد. ليه؟ لان القاعده في البرلمان ان اي استفتاء اي نسبه تقل عن 60% بالنسبه للرحيل او البقاء، دي تبقى لابد ان يكون هناك يعني فرصه مسموح ان يتم البرلمان يناقشها مره ثانيه. فده نقطه. لكن هل الفرصه، هل لو دي فعلا طرحت على البرلمان هل تلزمه بان هو يعمل استفتاء جديد؟ لا، ليس بالضروره دستوريا، ليس بالضروره، لكن يناقش، يبقى في جلسات وفي مناقشات، ممكن يكون في خط رجعه، ممكن يكون في خط رجعه، لكن هذا ليس هناك الزام على البرلمان حتى بوجود هذه النسبه من توقيعات بان هو يعيد النظر في الاتفاقيه ويرجع تاني يعمل استفتاء مره ثانيه. فدي برضه لكن يظل الباب مواربا، مواربا اذا جاز التعبير. طبعا في الجنب بقى الناس اللي هم عملوا العريضه دي بتاع ان هم عايزين استفتاء بصفه عامه، في بقى 100,000 واحد تاني برضه زي ما قال التقرير بشكل سريع بيقولوا ان بيطالبوا الصديق نخان اللي هو العمدة الجديد بتاع لندن، ان لندن كمدينه لابد ان يكون لها استفتاء بحيث انها تبقى داخل الاتحاد الاوروبي لانها مستفيده من هذا البقاء. دي وصلت لمرحله انها بتطالب الانفصال عن انفصال يعني لندن تنفصل عن او المملكه المتحده، المملكه المتحده الصغيره او انجلترا الصغيره مش الكبرى بقى، بحيث انها تبقى لها وضع خاص وتبقى هي جزء من هذا. ايضا ما فعلته اسكتلندا، اسكتلندا لا، اسكتلندا الرغبه بالانفصال بالطالب. انت عندك بقى هو في مشكله، هي المملكه المتحده انت عندك انجلترا وعندك ايرلندا واسكتلندا وويلز ايضا، الناس مش واخده بالها، وويلز ده جزء ثالث. فطبعا دي بتدي فرصه ان يحصل